قم تحية المسجد والإمام يخطب. عندنا في المذهب المالكي لا يجوز أن يؤدي الشخص تحية المسجد حال خطبة الإمام. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن واجب عظيم حال الخطبة، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني من قال لأخيه يوم الجمعة أنصت فقد لغى، يعني أنت لقيت خوك لا ينصت للخطيب، فقلت له أنصت للخطيب وأمرته بهذا الواجب الذي هو الأمر بالمعروف، قال لا، يعني هذا يعد لغوا، بل يجب عليك أن تنصت إلى الخطيب ولا تكلم أحدا. قالوا إذا كان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن واجب عظيم وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمن باب أولى أن ينهى عن تحية المسجد التي غاية ما فيها أنها مندوبة. فإذا منعت من الواجب فمن باب أولى أن تمنع من المندوب، ولذلك يجب عليك الإنصات. وقد دخل شخص يتخطى رقاب الناس والحديث في الصحيح، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت، ولم يأمره بصلاة التحية. أما حديث سليك الغطفاني الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فصلي ركعتين، فقالوا هذه واقعة عين لا عموم لها، لأن الشخص كان محتاجا وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يراه الناس ويتصدق عليه، وهذا ما حصل بالفعل.